ما هي الآية التي جمعت كل حروف اللغة العربية؟ الجواب آخر آية من سورة الفتح. ما هي السورة التي لا تصح الصلاة إلا بها؟ الجواب سورة الفاتحة. ما هي السورة التي بدأت باسم ثمرتين؟ الجواب سورة التين. ما هو اسم النبي الذي فقد بصره حزنا على ابنه؟ الجواب يعقوب عليه السلام. ما المقصود بالحج الأصغر؟ الجواب